ساعتها واحنا قاعدين في الحاره اللي دخلناها مع الفرح، بس الحمد لله الحمد لله من ساعه ما رحنا الحاره دي ما عملناش ولا مصيبه جديده. انتوا يا عيلتين يا تافهتين جدا، تافهتين جدا، تعملوا المصايب دي بحاجه وعليكوا لستة بالتهم دي كلها. شفت بقى الحظ المهبب يا عم الحاج؟ ايه يا عم الحاج اللي انت عماله تقولها لي دي؟ ما تفوق نفسك يا بنت الديك. انا مستشار قانوني، دكتوراه في القانون، يعني تقولي لي يا دكتور يا متر يا جناب المستشار، مش يا عم الحاج. تحزق شويه كده يا عم الحاج، قصدي يا عم المستشار. خلاص خلاص، المهم خلينا في اللي احنا فيه. انتوا محتاجين معجزه، معجزه بانكم هترجعوني للمحاماه تاني. بس انا كبرت زي ما انتوا شايفين ومش حمل المشواره والحاجات دي. بصوا بقى، انا هرشح لكم واحد من اصغر تلاميذي واقصرهم نبوغا، الاستاذ ياسر حبشي، عشان هو اللي هيقدر يلف ويدور ويجمع المعلومات تحت اشرافي، واجتماعاتنا كلها هتكون هنا عندي. طب وما تاخذنيش بس يعني يا عم الحاج. تاني يا عم المستشار، إيه انت مالي ايدك من اسمه ايه حبشي ده؟ ولا هيعمل معانا زي ما ماضو عمل؟ ماضو ده ليه فوقة ورؤى، انا هشطفه وهشطبه من النقابة اصلا. والنبي. هيحصل ان شاء الله. الاستاذ ياسر حبشي، مش عم ياسر، مالي ايدي منه قوي وهتشوفه. انتوا بس سيبولي رقم تليفون اقدر اتواصل معاكم من خلاله، عشان لما اعوزكم اخلي فايز يكلمكم ويعرف يجيبكم تقعدوا مع الاستاذ ياسر حبشي. حاضر. والله يعني مش عارفين من غير حضرتك كنا عملنا ايه يا انكل. احنا دلوقتي الى حد ما مطمنين الحمد لله. يا بنتي ابوكي الف رحمه ونور عليه له دين كبير قوي في رقبتي، لازم ارضهوله ان شاء الله. أبوك ده الرجل الذي، لا استحالة أنسى بابي، الرجل الذي خلفك يعني. بتقول إيه يا بنت الدين؟ متشكرين يا جناب المستشار. يلا يا بت شريف. افتح يا شريف، أنا عرفت موضوع نور. يا شريف افتح، أنا قلقان عليك. بس خلي بالك برضو يا بت يا نونة، ماضو الكلب لما كنا نزلنا من عنده أول مرة كنا متسلطنين آخر سلطنة، فاكرة؟ فاكرة. ده كان محسسنا انه مش هيجيب لنا براءة، ده كان هيخليهم يعملوا لنا تمثال في طلعة حرب. والله انا فاهمه يا كيكي وفاهمه ان انت خايفه، بس احنا دلوقتي ما عندناش حل تاني، لازم نمشي ورا انكل عماد والمحامي اللي هيجيبه لنا. بقك ما غلطش بصراحه، وقادر ربك زي ما نجدنا من ماضو الكلب ده، قادر ربنا ينجدنا من عماد وياسر الحبشي ده. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله هيطلعوا كويسين. يلا. صوت الصريخ ده عندي فين؟ استني شوف، احنا ناقصين مصايب، تلاقي طفل مع مامته بيعيط ولا حاجه. يلا مش عارفه بيعيط جامد قوي، تعالي نشوف بقى فيه واحنا ومسبنا. يلا مش عاوز شقاوة.